جميل جدا، ولكن قبل ما اسال السؤال عايز اروح للجمهور. صديق عزيز مشرفني ونورني في الاستوديو النهارده. بما ان احنا بنتكلم عن الادب فهو كاتب. هاني صبحي صديق العزيز مؤلف روايه على قهوه في شبرا، برحب بيك. هاني حمد لله على السلامه. الله يسلمك، انا سعيد منورنا في الاستوديو. انا سعيد جدا ان شفت حضرتك، وكنت من زمان عايز انول الفرصه الجميله دي. هاني النهارده انت منورنا، انت والاسره كلها. احكي لي بقى. الاسره كلها من اصغر واحد لاكبر واحد فانز لحضرتك، يعني هم على طول يعني بيتفرجوا عليك اكتر من الكرتون. يعني اكتر من الكرتون كتير. يعني بص، يعني انا يعني خناقاتهم انا اللي بسلكها، يعني على الاجابات واللي بيجاوب اسرع من التاني وكده. مع ان هم لسه صغيرين ولكن بيعرفوا يجاوبوا. وكانوا متابعين قادرون باختلاف. ايه رايك في موسم قادرون باختلاف؟ رائع طبعا، رائع. احنا اتعلمنا كتير من الموسم ده. هم دايما معلمنا، يعني دايما فعلا ملهمين بإصرارهم. هم يعني مصدر إلهام لكتير مننا يعني. طيب ومراتك ماري، ازيك يا ماري؟ ازاي حضرتك أستاذ عصام؟ بتحب البرنامج؟ جدا، أنا متابعة حضرتك من موسم الأول المدارس. مبسوطة جدا أن أنا جيت النهارده. أنا مبسوط كمان على الزيارة الجميلة، وعجبني قوي موضوع الأشبال اللي متابعين البرنامج. احنا بنتنافس في البيت على الحل الإجابة، يعني أنا وهاني والولاد. طب مين اللي بيكسب، أنت ولا هاني؟ قولي الحقيقة. هو انا اكتر بجد؟ صدق. ايه هاني ده، يا هاني ده هعديها لك. انا بتابع اكتر برنامج احسن لك تعديها لها. بس هو في الادب اكتر بصراحه. ما هو كاتب. في فطبيعي الأدب جدا ان هو متابع الكتاب ومتابع روايات. اولا الف مبروك روايتك. انا سمعت ان انت جايب لي روايه وعايز تديها لي. الله يبارك في حضرتك. الروايه ديت النسخه ديت عندي في البيت من رمضان اللي قبل اللي فات، لان كان في حوار ضرب بيني وبين حضرتك وقلت لك ان انا عايز اهديها لك. ممكن اخدها دلوقتي؟ طبعا، شرف ليا. اتفضل اتفضل. اشكرك على قهوه في شبرا. طبعا هاني من شبرا، وطبعا شكلها كده بيزد اون ترو ستوري، طبعا روايات وقصص واقعيه صح؟ وباللهجة العامية المصرية. هي كبداية، لأن أنا في أحداث فيها هي نوستالجيا خفيفة قوي. ويس. وبتحكي عن التعايش والانسجام بين أفراد الشعب في شبرا. يعني إيه الإهداء بقى؟ إهداء إلى من علم ابني كيف يعشق برنامج ثقافي بدلا من أفلام الكرتون، أستاذنا الجميل عصام يوسف. أشكرك هاني صبحي، أشكرك شكرا جدا. ألف مبروك الرواية، ألف مبروك، شكرا.